بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب القيام بالأمر والنهي. وآخر هذه الروايات التي ذكرناها كانت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، وقال مرة أنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. كذلك أيضا في رواية عن عدي بن عدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذه الرواية، قال: من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها، من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها. ذكرنا أن القلب لابد أن يكون منكرا للمعاصي، أن القلب لابد أن يكون منكرا للمعاصي، كارها أيضا لهذه المخالفات والمعاصي. وكذلك أيضا نقول القلب لابد أن يكون محبا للطاعات ولكل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. يبقى قلنا لابد من إنكار هذه المعاصي بالقلوب، لابد من إنكار وبغض هذه المعاصي بالقلوب، وإياك وحب المعصية، إياك وحب المعصية حتى لو لم يفعلها الإنسان، حتى لو أظهر في ظاهره أنه باغض لهذه المعصية، ولكن انتبه إلى القلب، عسى أن يكون ذلك القلب محبا لهذه المعصية، محبا للمخالفات. لذلك نقول أنه لا بد من النظر، بل تدقيق النظر في قلبك، انظر إلى مكانة المعصية في قلبك، انظر إلى مكانة المعصية في قلبك، فلا بد أن تكون كارها لا بد أن تكون مبغضا لتلك المعصية. يكفي أن الله تعالى يبغض المعاصي، وأن الله تبارك وتعالى يكره هذه المعاصي، فما كان للمسلم أن يكون محبا لما يكره الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية، قال في رواية عن أبي البختري قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم. قال: لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية أن سبب هلاك الناس هو الذنوب والمعاصي، سبب هلاك الناس هو الذنوب والمعاصي، فإن كثرت هذه الذنوب وتلك المعايب فعند ذلك يخشى على الإنسان أو يخشى على الإنسان الهلكة. ونقرأ في ذلك ما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة، من أحوال الأمم السابقة، وأن سبب الدمار والهلاك لهذه الأمم كان بسبب ما ارتكبوا من تلك المخالفات، سبب هذه العيوب وتلك المنكرات والمخالفات. فعند ذلك نقول أنه يعني يخشى على الإنسان الهلاك إن كثرت ذنوب ذلك الإنسان وعيوب هذا الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وكما قال ربنا سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يبقى نقول المعصية يعم هذه العقوبة الجميع إلا من قام وأنكر هذه المعصية، فإن كثرت ذنوب الإنسان أو عيوب الإنسان فيخشى على ذلك الإنسان من الهلاك، ويخشى على الناس من الهلاك متى كثر الخبث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بسبب العيوب والفساد وسبب كثرة
الذنوب، فتعم الناس تلك العقوبة النازلة من الله تبارك وتعالى. ثم ذكر أبو داود رحمه الله آخر هذه التراجم تحت كتاب الملاحم، وهو باب قيام الساعة، قال باب قيام الساعة. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون عن هذه الحديث عن 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد أن ينخرم ذلك القرن. قال: يريد أن ينخرم ذلك القرن. فذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بين ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: رأيتم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الناس غلطوا في فهم هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون عن هذه الحديث عن 100 سنة. يبقى ممكن الإنسان يفهم مدلول الرواية أو مدلول الآية بصورة خاطئة، يبقى من الممكن أن الإنسان يفهم مدلول الرواية أو مدلول الآية بصورة خاطئة. ولذلك كما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس غلطوا في فهمهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أتى ذلك التصحيح كما يوجه ذلك ابن عمر رضي الله عنهما. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. يبقى نقول إن البعض فهم إن يعني الدنيا ستنقضي بعد 100 عام، إن الدنيا ستنقضي بعد 100 عام، والنبي قال: فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. مقصود كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن هو لن يكون على ظهر الأرض بعد 100 سنة ممن هو يعني يعيش في ذلك اليوم. يبقى بعد 100 سنة مش هيكون أحد ممن يعيش في ذلك اليوم عند هذه المقال التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم أحد. يبقى دي أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام ده بيتكلم عمن كان موجودا في زمن هذه الرواية. يبقى بعد 100 سنة لن يكون أحد من موجود الآن سيوجد بعد 100 سنة، ولكن كل حيهلك، الكل حيهلك. يبقى مقصده عمن كان موجودا زمن التحديث بهذه الرواية. لذلك كما قال ابن عمر رضي الله عنه: فوأهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون عن هذه الحديث عن 100 سنة. يعني البعض ظن كده ان يعني بعد 100 سنة تنقضي الدنيا، تفنى الدنيا. قال: وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض. يبقى الكلام ده مقصود به الطائفة التي تعيش في ذلك اليوم أو تعيش في ذلك الزمن الذي تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرواية. بعد 100 عام يبقى لن يكون هناك أحد ممن كان على ظهر الأرض اليوم. يريد أن ينخرم ذلك القرن، يبقى الكل حيهلك، يبقى الكل حيهلك ممن هو يعيش في الوقت الذي تحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر. وبالتالي قلنا أن البعض تأول ذلك أن انقراض العالم بالكلية يكون بعد 100 سنة. يبقى انقراض العالم بالكلية سيكون بعد 100 سنة، وبالتالي من الممكن أن الإنسان يفهم الرواية على غير المدلول الصحيح أو على غير المقصود الصحيح. ولذلك ابن عمر
رضي الله عنهما يوجه ذلك الكلام ويبين أن البعض غلطوا في فهمهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أن الساعة ستقوم بعد 100 عام أو انقراض العالم بعد بالكلية بعد 100 عام، ولكن ليس هو ذلك المقصود. المقصود ممن يعيش على ظهر الأرض عندما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقالة. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. قال: لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. آخر هذه الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت كتاب الملاحم. قال رواية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: 500 سنة. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيما رويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: 500 سنة. أيضا هذه روايات فهم منها البعض أن هذا هو عمر الدنيا، هذا هو عمر الدنيا. قال: لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم، وفسر ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ب500 سنة. فأيضا ظن البعض أن المقصود بذلك الأمر هو يعني انقضاء الدنيا أو عمر الدنيا يعني لا يزيد عن 500 سنة، فده كان ظن البعض. ولكن هذه رواية أيضا لها روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويوجه العلماء هذه الرواية أن المقصود بها أن الأغنياء، أن أغنياء المسلمين حيؤخروا عن دخول الجنة بنصف يوم أو ب500 عام كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وفي رواية ب500 عام. وبالتالي قال: إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وفي رواية ب500 عام. وبالتالي ده ما تحمل عليه الرواية. ولذلك قال: إن الأرجو، أي يأمل النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجز أمتي عند ربها. قال: يقصد بذلك الأغنياء عن الصبر على الوقوف للحساب، أي بتأخيرهم عن لحاق فقراء أمتي السابقين إلى الجنة. يبقى نقول فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم أو ب500 عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بدأ نقول: لو تساوى ذلك الغني مع الفقير في كل الأعمال وكان من أهل الجنة، فحبس ذلك الغني قبل أن يدخل الجنة أو على الحساب للمال 500 سنة، فيكون الفقير سبق ذلك الغني ب500 عام يتنعم في الجنة حتى يلحق به ذلك الغني. يبقى نقول يبقى لذلك قال البعض أن الفقر أفضل من الغنى، أن الفقر أفضل من الغنى. نقول الغني ده لما حيتمتع بماله في الدنيا أقصى مدة مثلا 100 سنة، ولكن نقول يعني هذا الفقير يتمتع بنعيم الجنة قبل دخول الغني عليه ب500 عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا شتان بين نعيم الدنيا وبين نعيم الآخرة، شتان بين الأمرين. ففقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم ب500 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول ده هذه المدة، يبقى نقول لو تساوى الغني مع الفقير في الأعمال وكان من أهل الجنة لحبس ذلك الغني يسأل عن المال. يبقى ونقول أن الفقير يكون سابق لذلك الغني في تنعمه بنعيم الجنة حتى يلحق به ذلك الغني بعد 500 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا أن البعض يرجح يقول أن الفقر أفضل من الغنى، يبقى ده بالنظر للعاقبة، النظر إلى العاقبة. نقول هذا فقير فخف حساب هذا الفقير عند ربي يوم القيامة، هذا إنسان غني، ولكن نقول عند ذلك حيسأل عن المال لأنه كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: من أعماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. أدي سؤال المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هيسأل كده، يعني يا ترى سبيل اكتساب الإنسان لهذا المال ليس فقط هذا هو السؤال الأوحد بالنسبة للمال، ولكن يسأل أيضا يعني السبيل الذي أنفق فيه المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يبقى ممكن يكتسب من حلال وينفق المال في المحرمات، ويبقى على ذلك نقول يبقى مش العبرة بالاكتساب فقط. سؤال الاكتساب ده سؤال، السؤال الآخر سؤال انفاق الإنسان للمال. هل يا ترى يبقى لأن المال وسيلة من الوسائل ليس هدف، ولكن وسيلة نحقق من خلاله ما نريد، نحقق من خلاله ما نريد، وبالتالي وسيلة أيضا بتستعمل لكي يقترب أو لكي يفعل الإنسان من خلاله الطاعات، وسيلة من الوسائل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. نقول وردت الآيات الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى في حث الناس على النفقة في سبيل الله. فالمال وسيلة، يبقى وسيلة من الوسائل التي تستعمل في قرب العبد من رب سبحانه وتعالى وفي فعل القربات. يبقى ليس المال من أجل أن نحقق ما نشتهي من ملذات وشهوات، ولكن نقول لكي نتقرب من خلاله إلى رب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، أو في رواية بخمسمائة سنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا آخر ما ذكر أبو داود رحمه الله في كتاب الملاحم، بيفتتح كتاب آخر ألا هو كتاب الحدود. قال أبو داود رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الحدود، ثم ذكر أولى التراجم تحت كتاب الحدود، وهو باب الحكم في من ارتد. قال: باب الحكم في من ارتد. ثم ذكر رواية عن عكرمة رحمه الله أن عليا أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، وكنت قاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك عليا فقال: ويح ابن عباس. قال: ويح ابن عباس. فبيذكر هنا كتاب الحدود، وذكر أولى هذه التراجم: باب الحكم في من ارتد. والحد دي عقوبة مقدرة من قبل الشارع على معصية بعينها، ده الحد أساسا. يبقى نقول هذا حد من حدود الله، يبقى لا دخل للإنسان في تحديد ذلك الحد، ولكن نقول إمام المسلمين وجب عليه أن يقوم بتنفيذ ذلك الحد، لا دخل له في العقوبة. نقول هذه عقوبات مقدرة من قبل الرب تبارك وتعالى، وبالتالي هذه حد الزنا، هذه حد السرقة، هذه حد شرب الخمر، حد القذف، يبقى دي كلها حدود. هذه حد نقول الحرابة، حد الردة، يبقى دي كلها أساسا عقوبة مقدرة. الحاكم يقوم بالتنفيذ، لا دخل له في تقدير العقوبة، ولكنها عقوبة مقدرة من قبل الشارع، عقوبة مقدرة من قبل الشارع. نقول وبالتالي لا دخل للحاكم يعني في هذه العقوبة، لا تخفيف ولا تغليظ، ولكن يقوم بالتنفيذ. غير نقول عقوبة التعذير، عقوبة التعذير نقول يرجع ذلك إلى الحاكم، وبالتالي يحدد العقوبة التي يعاقب بها الفاعل على هذه الفعلة التي لم يأتي لها تقدير العقوبة من قبل الشارع، ولكن الأمر فيه اجتهاد بالنسبة للحاكم. فيبقى دي عقوبات هذا إنسان ارتد عن دين رب سبحانه وتعالى، يبقى نقول هذا حد الردة. يبقى ارتد يبقى هذا يقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا إنسان ثبت عليه الزنا سواء كان بإقرار أو كان بالبينة، يبقى ننظر إن كان أعذب يبقى يجلد 100 جلدة ويغرب عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان محصنا يبقى يرمى بالحجارة حتى الموت، يرجم بالحجارة حتى الموت. نحد السرقة
يبقى نقول حد السرقة متى تم استيفاء الشروط يبقى يتم قطع ذلك السارق كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى. هذه حد القصر يبقى فيها أيضا يجلس 80 جلدة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي عقوبات مقدرة، يبقى دي على معصية يبقى نقول نص عليها الشارع، عقوبة مقدرة من قبل الشارع لا دخل للإنسان فيها، لا دخل لأحد في تقديرها، ولكن هذه عقوبات مقدرة من قبل الشارع والحاكم وجب عليه أن يقوم بالتنفيذ. قال باب الحكم في من ارتد، لو إنسان ارتد عن دين ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي ذكر هذه الرواية عن عكرمة رحمه الله عليا أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام، يبقى في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه يبقى طائفة ارتدت عن دين ربها سبحانه وتعالى، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لم أكن لأحرقهم بالنار. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما اعترض اعترض على الوسيلة لم يعترض على العقوبة، ولذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله أي بالنار، قال وكنت قاتلهم، يبقى الحكم عليهم بالقتل، لكن نقول أن علي رضي الله عنه قام بتحريق هؤلاء بالنار يبقى قتلهم بالتحريق بالنار، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار، قال لا يعذب النار إلا رب النار، لا يعذب النار إلا رب النار، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لم أكن لأحرقهم بالنار، يعني ما كانش هينفذ عقوبة فيهم بالتحريق بالنار، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله وكنت قاتلهم، يبقى حيحكم عليهم بالقتل أيضا، قال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، فبلغ ذلك عليه فقال ويح ابن عباس، يا ويح ابن عباس، قالوا كلمة يعني يحتمل فيها المدح والتعجب، يحتمل فيها المدح والتعجب، قال على أساس يعني وكأنه قال لقد أصاب ابن عباس، لقد أصاب ابن عباس، قال من بدل دينه فاقتلوه، يبقى نقول عند ذلك يبقى ده حكم الردة، يبقى من ارتد عن دين ربي سبحانه وتعالى يبقى يستحق القتل، يستحق عند ذلك القتل، يقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال والحديث استدل به أو استدل به على قتل المرتد كالمرتد، هذا الحديث استدل به على قتل المرتد كالمرتد، وخصه الحنفية بالذكر وتمسكوا بحديث النهي عن قتل النساء، وحمل الجمهور النهي عن على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال، يبقى قال من بدل دينه فاقتلوه، الحكم ده يعم الذكر والأنثى، يعم الذكر والأنثى، غير مسألة إن هو لو وقع يعني نقول حرب بين المسلمين والكفار، فوقع بعض الكفار في الأسر، وقع بعض الكفار في الأسر، نقول النساء لا تقتل، يبقى النساء يعني تسبى والذراري أيضا تسبى، ولكن لو كان هناك قتل يبقى بيقتل الرجال، بيقتل عند ذلك الرجال، أما المرأة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، فنقول على ذلك من بدل دينه فاقتلوه، قالوا الحكم ده يعم الرجل والأنثى، فإن ارتدت المرأة عن دين ربها يبقى الحكم فيها أيضا القتل، كما لو ارتد ذلك رجل عن دين ربه سبحانه وتعالى فالحكم فيها القتل، فالحكم فيها القتل، لذلك قال استدل به على قتل المرتد كالمرتد، يبقى قتل المرأة إن ارتدت يبقى نقول ويفرق العلماء بين الكفر الأصلي، هذا كافر أصلي يبقى ده نصراني، نقول كفر ده كفر أصلي، لو النصراني ده أسلم ثم عاد مرة ثانية للنصراني ده من تبديل الدين، يبقى نقول عند ذلك هذا حكم حكم مرتد، نقول ده عاد إلى ديني مرة ثانية نقول لا، يعني هو الإسلام يبقى لو ترك الإسلام فعاد إلى ما كان عليه من ذلك الكفر يبقى عند ذلك نقول هذا مرتد، غير نقول النصراني أو الكافر الأصلي، يبقى النصراني ده كافر أصلي طالما لم ينطق بالشهادتين، لو نطق بالشهادتين يبقى عند ذلك انتقل من الكفر إلى الإسلام، لو عاد مرة ثانية إلى ما كان عليه من تلك الديانات عند ذلك نقول هذا مرتد، حكم حكم مرتد يقتل عند ذلك، يقتل.
الأول عند ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. كذلك أيضا ذكر الشارح قال عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعوه، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعوها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها. يبقى ما فيش فرق ما بين الذكر والأنثى في حكم الردة. لو ارتدت المرأة يبقى عند ذلك حكمها أنها تقتل، يقام عليها حد الردة فتقتل عند ذلك. لو ارتد الرجل نقول لا خلاف بالعلماء في ذلك، في أنه يقام عليه حد الردة فيقتل بذلك. قال لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعوه، فإن عاد مسألة الاستتابة. يبقى هذا إنسان مرتد بيستتاب وإن تاب وإلا قتل، يستتاب وإلا يعني إن عاد فعلى ذلك لا يقام على الحد، إن تاب. نقول إنه لو أصر يبقى عند ذلك بيقتل ردة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أيضا في رواية عن مسروق عن عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. الأصل كده عصمة دماء المسلم، عصمة دماء المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة والزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. يبقى الإسلام كده يعصم به الدم، الإسلام بيعصم به الدم، هذا إنسان معصوم الدم. كل مسلم الأصل أنه معصوم الدم، لا يهدر دم ذلك المسلم إلا إذا ارتكب محظورا من تلك المحظورات التي يقضى من خلالها عليه بإهدار الدم، كهذه الحالات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. يبقى أصل كده عصم الدماء المسلمين، يبقى عصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكل مسلم معصوم الدم، كل مسلم أساسا معصوم الدم إلا إذا ارتكب فعلا من خلاله يهدر دم ذلك الإنسان. قال: إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لديني المفارق للجماعة. يبقى قال: لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث. قال: المقصود بالرجل هنا أي الإنسان، يعني الإنسان لا يحل، يبقى هنا ليس المقصود الرجل دون المرأة. نقول: النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص، النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. ولا يحل دم رجل مسلم، يبقى الرجل كالمرأة، لأن لو زنت المرأة وكانت محصنة يبقى الحكم فيها إيه؟ ترمى بالحجارة أو ترجم بالحجارة حتى الموت. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا على الغامدية، أقام حد الزنا، حد الرجم على الغامدية، وبالتالي ده الثيب الزاني. يبقى الثيب الزاني المقصود هذا المسلم المحصن، يبقى أو المحصن، المحصن ده الذي سبق له الوطء في نكاح صحيح، يبقى ده اللي سبق له الوطء في نكاح صحيح. يبقى عند ذلك حتى لو كل مرة واحدة بس لابد أن يكون في نكاح صحيح. يبقى رجل عقد النكاح وبنى بهذه المرأة، قلنا ثم افترق رجل عن المرأة بعد 10 سنوات وقع في الزنا، نقول يبقى هذا رجل محصن، يبقى طالما أنه هو أساسا يبقى تزوج ووطأ في نكاح صحيح يبقى على طول بيبقى محصن، هذه امرأة محصنة سبق لها الزواج، أو يبقى سبق لها الزواج، أي نقول أنها وطئت في نكاح صحيح، سبق لها الزواج أي وطأ في نكاح صحيح، يبقى عند ذلك هذا محصن. لو ثبتت عليها أو ثبت عليه جريمة الزنا يبقى نقول الحكم
فيها الرجم حتى الموت. وبالتالي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الزنا ورجم المرأة الغامدية، يبقى نقول رجمت كما هو معلوم. قال الثيب الزاني، يبقى ده الكلام ده قلنا بينطبق على الرجل والمرأة، وعلى ذلك قال الثيب الزاني، يبقى نقول اللي هو المقصود المحصن. قال هو الحر المكلف الذي أصاب في نكاح صحيح ثم زنى، فإن الإمام أن يقوم برجمه. يبقى ده حر مكلف الذي أصاب في نكاح صحيح، يبقى أصلا يبقى كلمة ده فلان ده محصن، يبقى بالنسبة للنكاح يبقى نقول أنه وطأ في نكاح صحيح أو وطئت في نكاح صحيح، يبقى أصبحت محصنة أو أصبح محصن. لو ثبت عليه أو ثبت عليها جريمة الزنا يبقى الحكم فيها أن هي يقام عليها ذلك الحد، حد الزنا، وهو الرجم حتى الموت لأنها كانت قد أحصنت. والكلام ده على الحر المكلف غير العبد. لو عبد أساسا مكلف وقع في الزنا وكان نقول سبق له أن وطأ في نكاح صحيح، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه طبعا عليه نصف ما على المحصنات من العذاب، ففي الحالة دي بيجلد فقط، قلنا لأن العبد أو الأمة هو مال للسيد فلا يفوت ذلك المال على السيد، فلا يفوت المال على السيد. لذلك القيد فيها أن يكون حرا. يبقى العبد لو زنى يبقى حنقيم عليه الحد، سواء كان نقول بقى كان محصنا أو غير محصن، نقول العقوبة هو أن يجلد، العقوبة يجلد حتى لو كان سبق له الوطء في نكاح صحيح أو سبق له أن وطئت في نكاح صحيح. قلنا لأن العبد والأمة عبارة عن مال فلا يفوت هذا المال على صاحبه على السيد، وبالتالي يبقى العقوبة على العبد أساسا في حال الزنا، يبقى سواء كان محصن أو غير محصن يبقى نقول العقوبة فيها الجلد. أما عقوبة التفريق في مسألة العقوبة بين الرجم أو الجلد يبقى ده بالنسبة للحر المكلف، للحر المكلف إن كان أعزب يبقى نقيم عليه الحد وهو جلد 100 جلدة وتغريب عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان ثيبا أو محصنا يبقى عند ذلك الحكم فيها الرجم بالحجارة حتى الموت. قال الإمام النووي رحمه الله في إثبات قتل الزاني المحصن، قال والمراد رجمه بالحجارة حتى يموت، وهذا بإجماع المسلمين. يبقى هذا بإجماع المسلمين، والمراد رجمه بالحجارة حتى يموت، قال وهذا بإجماع المسلمين. وكما كان عمر رضي الله عنه وارضاه يقول لولا يعني مخافة أن الناس يقولون أنه بدل في كتاب الله لكتب هذه الآية مخافة أن الناس يعملون بها، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. بدي نقول آية نسخت التلاوة ولكن بقيت حكما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، فلذلك يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم فرجمنا، يبقى ده حكم ثابت، هذا حكم ثابت. وبالتالي كانت الآية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، يبقى دي كانت آية ولكن رفعت أو نسخت تلاوة وبقيت حكما، نسخت تلاوة وبقيت حكما. وكذلك أيضا السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم وأمر برجم تلك الزانية المحصنة، ورجم أيضا ماعز بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه لما زنى وثبت زنا بإقراره وكان محصنا. يبقى قال الثيب الزاني، والنفس بالنفس، يبقى قتل النفس بالنفس، يبقى ده في مسألة القصاص، يبقى النفس بالنفس في مسألة القصاص. ونقول في مسألة القصاص اللي هو القتل العام، يبقى في القتل العام يبقى القاتل يحكم عليه بالقتل قصاصا، بالقتل قصاصا، ولكن هذه العقوبة نقول عند ذلك أولياء المقتول لهم الحق في العفو عن ذلك القاتل، يبقى نقول أولياء المقتول لهم الحق في العفو عن القاتل، إما عفو لديه أو عفو بلا دية، يبقى على ذلك نقول هذه حكم القصاص. يبقى الحد نقول لا دخل الإنسان مفهوش شفاعة، لا شفاعة في أي حد من حدود الله تبارك وتعالى، لكن مسألة اللي هو أساسا القصاص هذا حق أدمي، ده حق الأولياء المقتول، وبالتالي الحق الأولياء المقتول نقول ساري إلى نقول التنفيذ، إلى تنفيذ الحكم. يبقى نتخيل كده، يبقى هذا رجل قتل عمدا
وبالتالي أخذ ذلك الرجل حتى يقتل. فعلى ذلك نقول الحكم ما زال أو الحق ما زال ساريا لأولياء المقتول، نقول إلى قبيل التنفيذ، إلى قبيل التنفيذ. يبقى عند التنفيذ جاز أولياء المقتول أن يتنازلوا أو يعفوا سواء إلى دية أو غير دية، لأن ده حق أدمي، يبقى لا يسقط ذلك الحق، هذا حق أدمي يبقى لا يسقط، يبقى يسقط هذا حق، وبالتالي لهم الحق والتدخل في ذلك. لكن الحدود نقول لا شفاعة في الحدود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حد السرقة ما فيهاش شفاعة، نقول حد القذف، حد نقول الزنا، يبقى دي كلها حدود وجب على الإمام طالما رفع الأمر الإمام وجب عليه التنفيذ، وجب عليه التنفيذ ولا تقبل فيه الشفاعة. غير نقول لو قتل العمد رفع الأمر للإمام وحكم عند ذلك على القتل العمد بالقصاص، نقول الحق ما زال ساريا لأولياء المقتول، جاز لهم أن يتنازل أو يعفو سواء إلى دية أو غير دية. قال والنفس بالنفس، يبقى المقصود بها القتل العمد وبالتالي فيها قصاص. والتارك لدينه المفارق للجماعة، يبقى التارك لدينه يبقى اللي هو أساسا الذي ارتد وترك ذلك الدين. قال الإمام النووي رحمه الله وهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كان، بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. يبقى قال النووي وعام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. متى حكم بردته؟ متى حكم بردته؟ قلنا على حسب بقى يعني الأمر، حسب الأمر. قلنا كإنسان كده بيستهزئ بشريعة الرب تبارك وتعالى، هذه ردة، نقول إنسان بيستهزئ بشعيرة من شعائر الإسلام، يبقى هذه ردة أيضا، هذه ردة. ولذلك كما قال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى نقول السخرية والاستهزاء بسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه ردة، هذه ردة. استهزاء بأي شعيرة من شعائر الإسلام أيضا هذه ردة، يعني هذه ردة، ما تظنش أن الردة يبقى يرتد عن الدين بأكماله، نقول لا، ده الردة لو نقول استهزأ بأي شعيرة من شعائر الإسلام أو أي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى يبين له الأمر، حيستتاب يبين له الأمر، لو أصر على ذلك يبقى نقول إن لم يتب إلى رب سبحانه وتعالى يبقى يقام عليه حد الردة. سب الدين هذه ردة، يعني سب الدين ردة، يبقى على ذلك يبقى ده حكم مرتد. فعلى ذلك يبقى كل هذه الأمور بيحكم بها بردة الإنسان. لذلك ما قال الإمام النووي رحمه الله وهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. كذلك في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها. يبقى لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا في إحدى ثلاث: قال رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، يبقى الثيب الزاني، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، اللي هو حد الحرابة، يبقى ده حد الحرابة، يبقى حد الحرابة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، ده أمر هيبقى مرجعه إلى الإمام، يتخير أحد هذه العقوبات، يتخير أحد هذه العقوبات، إما أنه هو أساسا هيقتله أو يقوم أو يصلب أو ينفى من الأرض أو تقطع يعني الأيدي وأرجل ذلك المحارب، يبقى تقطع أيدي وأرجل ذلك المحارب. فقال أو يقتل نفسا فيقتل بها، لو النفس بالنفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في حد الحرابة نقول الإمام مخير بين هذه العقوبات الأربعة. حد الحرابة اللي هو زي قاطع الطريق، يبقى زي قاطع الطريق اللي بيقطع الطريق على الناس، وبالتالي بدأ أساسا تقام عليه حد الحرابة، وحد الحرابة يتخيل الإمام يعني ما يتناسب من هذه العقوبات الأربعة. يبقى هذا أمر مرجعه إلى الإمام، يا ترى حيحكم عليه بالنفي من الأرض نقول حتى يؤذى ثم يعود، أو يحكم بأن تقطع
يديه ورجليه أو أنه يصلب أو يقتل على حسب ما يتخير الإمام ويجد العقوبة الرادعة في ذلك الأمر. قال بعد ذلك في رواية ذكر أبو داود رحمه الله رواية أخرى عن أبي بردة قال قال أبو موسى رضي الله عنه أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت فقال ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس ده اسمه قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل قال وكأني أنظر إلى سواك تحت شفته قلصت قال لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس فبعثه على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل قال فلما قدم عليه معاذ قال انزل قال وألقى له وسادة فإذا رجل عنده موثق فقال ما هذا قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم رجع دينه دين السوء قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله قال أجلس نعم قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرار فأمر به فقتل ثم تذكر قيام الليل فقال أحدهما لو معاذ بن جبل أما أنا فأنام وأقوم أو أقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.